هذا المشروع تم إشغال يعني من المحيط إلى صحراء سيوة، وهناك أمين الوشاحي يجب أن تروا صورتها مع السيسي وهي تفاوض حول الحقوق الأمازيغيين المصريين إلى آخره. وهاد فرحات مهني الذي أعلن دولة القبائل داخل الكنيسة الصهيوني هو الذي رفع علم دولة القبائل أمام مبنى المنتظم الدولي أياما قليلة بعد رفع العلم الفلسطيني حتى يمسح بذلك هذا الحدث الذي بدأ يتفاعل بالاعتراف بالدولة الفلسطينية. ثم أقام تجمعا كبيرا في باريس وأمامه علم دولة القبائل المزعومة، وفي خلفيته علم جمهورية الريف عندنا، هذا هو الذي نستقبله هنا بالبسطيلة وبكعب الغزيل وبالكسكسو وآتاك بالنعناع. الإسلام لأنه موحد للأمة وموحد في منطقتنا وموحد للمغرب العربي وموحد للبلد للوطن للمغرب، لذلك فهو مستهدف، وهو مستهدف بهذه القضايا الزائفة التي يتم ترويجها تحت يافطة شعارات حقوق الإنسان والديمقراطية إلى آخره. والدعوة لإحياء الدين الشعبي، يعني الرجوع للوثنية. هناك أشجار الآن يعاد تقديس أشجار من قبل بعض الشباب المغرر بهم، والدعوة للعودة إلى الإله ياكوش. أخطر ما يواجهه المغرب هو العيوشية. هؤلاء الذين يدعون الأمازيغية نتحداهم للمناظرة في الثقافة الأمازيغية، هم أميون في الثقافة الأمازيغية، لا يعرفون شيئا في الثقافة الأمازيغية، أميون. عبد الإله بن كيران، عبد الإله بن كيران صديقي الذي أختلف معه سياسيا يكاد 180 درجة. مما أدى ببعض الأشخاص البارزة إلى الدعوة لترجمة القرآن الكريم بالأمازيغية، هذا كلامكم، ومحاولة التفريق بين الشعوب، بينما في حقيقة الأمر هم يستغلون الأمازيغية لتمرير مشروعهم الصهيوني والتطبيع مع الصهيونية، وذلك باسم حقوق الإنسان وحرية التعبير والاعتقاد. هذا أمر خطير جدا، تتهم الناس يعني بأن كل دعوتهم هي خدمة لمشروع خارجي، لا يعتبر هذا إغراق في نظرية المؤامرة.